ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكون بخير. توقعات برج الثور، توقعات الاربعاء الموافق 29 مارس 29 اذار 29/3/2023. هتبتدي تستفزك النهارده احداث كتيره بتطلب منك تغير واضح في خطتك في البيت، وطريقة عملك برضو لازم تتغير، وكل ده هيبقى بيحصل لو ما كنتش عارف تمشي الأحداث دي بطريقة كويسة. بالنسبة لك هيكون كويس انك تخرج من روتينك اليومي وتقوم بحاجة مختلفة فيه، حتى لو كانت حاجة مش انت متعود عليها قبل كده. هتبتدي تفاجئك محادثة فيها حدث مالي مهم جدا ليك، هيكون اليوم ده مناسب عشان تسيب متعلقاتك وتصلح كل ده. هتحرر النهاردة بيتك من كل الحاجات اللي مش ضرورية بالنسبة لك. في نفقات كتيرة جدا على صحتك وصحة حد من أشخاص أسرتك وأفرادك النهاردة بشكل ممكن. هتبقى قادر علشان تبتعد عن كل المحاولات مع شخص قدامك عشان ما تكذبش عليه وتتفوق عليه. النهاردة كل الأشخاص اليوم ده هيبقى عندهم مهمات أسرية هتبقى بتتطور بشكل كويس، وهتلهمهم وهتديلهم الأمل في المستقبل أفضل مع كل الأشخاص اللي بيحبوهم. يومك مهم عشان كده ما ترتكبش أخطاء وتهمل فيه ولا تتسرع في أفعالك. هيبقى فيه خطر إنك يحصل موقف احتيالي جدا خاطئ جدا هيتسبب فيه شوية خسارات، هيكون كل حاجة فيها حب وعواطف ومشاعر، هيحددوا كل ده بتصرف انت بتقوم بيه وبيعتمد على نجاحك وفشلك عليهم. يوم الاربع هتحاول تستمتع بحاجات صغيرة كتير جدا في حياتك، هتطلب منك معنى كبير وهذا دي ليها في اليوم ده عشان تفتكرها. هتحاول تركز مع الناس اكتر في الحاجات الحلوة واللي بتعتبر ممتعة في حياتهم بغض النظر عن ايه اللي بيربطك بيهم في اليوم ده. هتسيب كل مخاوفك تمشي وراك على اقل من مهلها. هيكون مهم النهاردة اننا نتقبل حياتنا زي ما هي، وازاي الاحداث كلها هتبتدي تتكشف وهتبقى حالية بالنسبة لينا، وهيبقى فيها جزء كبير جدا هنحاول نتجنب اننا ناخد قرارات مهمة فيه. هنضع خطط جادة جدا لكل مستقبلنا، هنخلي انتباهنا النهاردة ينصب بس على اليوم ده. ما علينا اننا نقوم بيه، اننا ندي تجربة فرصة اكتر في الوقت ده. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.